بسم الله الرحمن الرحيم، أنت تسأل وعمري خالد يجيب. وأسئلة دايما بنجاوب على الحاجات اللي انتوا بتبعتوها بشكل كتير، يعني الأسئلة المتكررة نظرا لأن بيجي لنا أسئلة كتيرة جدا. الحقيقة سؤال النهاردة من عمر من العراق بيقول: كيف يمتلئ قلبي بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفسي أحبه قوي، مش عارف أعيش الحالة دي، مش عارف. ويمكن ناس كتير بتقول الحكاية دي. أربع حاجات تخليك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، احفظهم واكتبهم عندك. واحد، كثرة الصلاة عليه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصيغة الإبراهيمية اللي بنقولها في الصلاة، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصيغة دي في صيغ كتير، المهم ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة، ممكن 200 مرة، ممكن 300 مرة، انت ومستواك وقدراتك واحساسك. المهم ان انت وانت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تستشعر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، تستشعر النبي ازاي اضاف لنا كل حياتنا. احنا على فكرة يا جماعة، احنا كل حياتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنتجوز على سنته، بندفن على ملته، احنا بنعيش بثقافته، احنا كلماتنا جاية من ثقافة الاسلام ومن ثقافة النبي، بنمتنع عن حاجات لان النبي قال لنا عليها، بنعمل حاجات لان النبي قال لنا عليها، فاحنا عايشين مع رسول الله. وانت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم استشعر الحالة دي. ده واحد. يبقى واحد، كثرة الصلاة عليه. اتنين، زيارة مدينته. لو قدرت تقدر تزور المدينة، تقدر ترتب انك تروح تقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة، انا بداية حياتي ان انا رحت قعدت 40 يوم في المسجد النبوي، حضرت فيها اول برنامج ليا ونلقى الأحبة اتحضر في المسجد النبوي. فكان في فتح كبير جدا، زيارة مدينته والقرب منه هناك. طيب، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، تقربك من النبي قراءة سيرته. عايز تحب النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف سيرته. عبد الله سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول: كنا نعلم أولادنا سيرة النبي كما نعلمهم الحرف من القرآن، زي ما بنعلمه يحفظ الصورة من القرآن، نحكي له النبي عمل إيه في كل حاجة. طب أعملها إزاي؟ أنا بنصحك يا إما تسمع برنامج على خطى الحبيب اللي أنا كنت عامله، يا إما تسمع آخر رمضانين نبي الرحمة والتسامح اللي أنا عملته في رمضان اللي قبل اللي فات، أو برنامج رمضان اللي فات السيرة حياة اللي أنا بحكي فيها النبي في المدينة. يعني والله يعني لا أفتخر، بس أنا أعتقد في ضوء خبرتي في الحياة إن أجمل ما ستسمعه ويملأ قلبك بحب النبي صلى الله عليه وسلم هم الثلاث برامج دول، والله أعلم. الحاجة الرابعة والأخيرة اللي أنا أنصحك بيها، أخلاقك. كل ما قربت أخلاقك من أخلاق النبي حبيته. الأدب، الحلم، الرحمة، الحياء، الصدق، الأمانة، اللطف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. دي الأربع حاجات حاول تعملها، إن شاء الله هيمتلئ قلبك بحب رسول الله.